الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه ونجيبه وحافظ سره ومبلغ رسالاته أبي المقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي إذن يوتدو في كلغن الله الشيطان التقوى والشيطان. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين اتقوا عندنا بين قلب الله إذا مسهم طائف سفبك بسعريب من الشيطان إمر بأثيتان تذكروا بأندتا بأندتا بواجتا تاقبين بنا فتاه ورمت فإذا هم إيو توكم بباي بواجتك بأندتي مبصرون إنهم بصيرة ويئي جيت مقبدين جيت برل مقبدين كفد توب يدو قول كالك الله ووي دون دو فبتاك دون دو نارتاك دون دو نيامتاك. التقوى والشيطان اللفظ كاشف عن المعنى وقنقنقل إنه همبين تنئين هنتي لأبني كون أولي معنى الاستعاذة دون أنت لمركو يتعوذ بالله يمولو ري الله ونوادر تن الاستعاذة من سورة الفلق والناس قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل أعوذ بالله من همزات الشيطان دينية كو بلاسي إدر بلاسي كو مطلب إدر مطلب جنينك للدين ولازمة لكل إنسان دون دونون يهد دون دي إكالة نتانك وقد ذكرت عنها وندي جلتما وندما نغو استعاذة مونا رضنقل يجب أن تكون حقيقية لا مجرد لفظ كو يغن رينا كتنغلتون وأنا أقول لك أنا 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 أقول كونغون كوجان كوتو وناكو وناكو كوجان كونغون بمعنى انه اجرى على لساني بعض الالفاظ ولدن كالمكوغا يوغا كونغون. وعندما يقول القران الكريم فاستعذ بالله كما لا القران واني مولر الله فانه يريد حقيقته كوفالا كوحقيقه مولا كونغون واللازم له امران كوحدون لينو مولا كونغون كوبيجي بيدي سادتا من أحدهما الفرار من الشيطان. أنا ندم كدوغو كل شيطان، دوغو كل شيطان أودي توم فيو. والآخر هو اللجوء إلى الرحمن. كيهو كل فتن ويو الله. اللجوء كنويت رفيز يقول كأن. سأدوكي شيطان كأهو ياتا كأن ياتا. سأبو أدوكي كنيوم كأهو كجيب كا. ونقول ندوكي سأدوجوني إليه كا. كاروفيزي politiki tawata ko radado ka leydi makko ko tampinaado o ala leydi hewta don dum be werna mo be jonna mo kay c'est le commissaire bat pourdan bat jinde fi faabu wa sallu ala muhammadin wa ala allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad. فلو حصل هذان الامران سيدي دو بي دي هديكه دوغو غول غانيون اراكا جيدو دوغو غول شيطان اراكا الله سبحانه وتعالى فان ذلك فقد تكون الاستعاذه كون نون ونت استعاذه اون كون تابيتا وليس هي قول اعوذ بالله ولا كونغول اعوذ بالله ونعوذ نغول قالوا ان الجانغو دي سوره الفلق الجانغو دي سوره الناس الجانغو دي قران كو انتجي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم الله وين تاكو ليهم بهم هذا
imma no hore mabbe e faadaare mabbe be sanzana hore mabbe amna wallabe faqat wal khulasatu kunu woni resume on yajibu an yakuna lafzu kashifan lil hal no waddi ka a'udhu billahi on wana hino bunke al hali neddo on tawata ko yudo ka shaytan o fatto yi amma subhanahu wa ta'ala al arkanu al khamsa lil isti'adha مولور بول الله هنو ماري تغالي جوي تغالي جوي لدي وي أعوذ بالله هنو ماري تغالي جوي قولي دي تتني جوي بعد التعمل باو تسكى قول لجنا ميجو في هائقة الاستعاذة هائقة مولا دونغل والاستفادة من القرآن الكريم افانر قول نفتر القرآن وبيوتي انكو يمكن الغول إن واوا يوتريدني أدريني معنا بأن الاستعاذة وندما نمولر قول ألا لها خمسة أركان أساسية إن جوجي بلي يجي جوي وات فوندمانتو دي جوي نوم دي باواتا ولا دي باوهود ولا دي مولتور الركن الأول هو الفرار من الشيطان تقال الارنغال كو دوغو غول تاو شيطان باسكو ان هو عدو لكم فاتخذوه عدوا كو غانيو مون جوغيتي او غاني دوغو غول غاني نو ميتان دي ني جوما حكيل بينو اندي دون دون كو كو هوله ند تاو جوما حكيل يدتا وينتبه على التقوى دون دون ني نو نانو دي هول غول الله والاركان الاخرى لا تقال هدتي التذكر والتوكل والإخلاص والتضرع وإن التذكر كعندي تقول عندي تقول كهون ولا يبرد واجي تقول وعندي تاج وواجي تتابع والتوكل إفما قول والإخلاص إلا بينقول ولا تقول تجوا من كبر دمور نهار لا بنادي والتضرع ايان كنا قول وتحصل حقيقة الاستعاذة بعد ان تتحقق هذه الحالات حقيقة مولا قول كباو ليدو الحاليج هبك سي مولا قول واوتا كتول فإنما يحصل المؤمن على هذه الأركان الخمسة من قول دو هبك دي دو لأدو تقران الجوي يكون الشيطان بعيدا عن فراسخ عديدة وانتوى كيلومتر جيهي ودنا حقو دي وديه الشيطان الشيطان ودنا تطمو دوغايمو سوسة تارو سواء قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلسانه أو لم يقل فتنو أوليني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بنغا ما كنغل ما أولاد سيطاني تنكول الآن لنغل مأمكو أولي نمو أولا نمو سيطان وقتنا متوى وكيلومتر دبوي فالأصل هو الحال والحديدة كونيكم كالاسلي الحال يوكا قونغا وقلونغا بحيث لو أن الشيطان اقترب منه سيطاني سيطان قاتكيه فإنه يتعثر بهذا الإنسان ويكون مصابا بالأنس وكما في حال إصابة الإنسان بالجن حيث يقال إنهم مسروء ومصاب بالجن إذن فعلى هذا فإن إبليس لا يتجرأ على الاقتراب منه ودي هذا اللي كنا سيدي بك سيسيطان قد تكمو وعندي وصعي وانو قبل ننسي فيتي وصعي لأي واسيتاني قبل إنما وفيتي سيفتر ننجي قبل you know more and every and the satan batuke o ko do wadi o do sitami ne do woni o hebi di alhali joy o wulali do satan o su sata atta demo so fi mo jogi ko satan su sata ibtiadu anil muttaqin wadi tagol satan e yimbe hulo be alla be ونذكر عدة شواهد ليوت دار سيدي هيودي على أركان الاستعاذة تقال مولر قول
من القرآن الكريم بشكل مختصر تو القرآن نجنتي دم في أمه نرغل وإن الذين اتقوا أن يقول بأن إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإذا وعلم جنبهم فالشرط الأول شرط أرنه هو أن يكون من أهل التقوى كي يتولى أمه جيابه يقولوا الله سينا مكاري ولا تعالى هذا يهندك بيجي لنفقه ومراوه فالذين أصبحوا من وانتبه من المتقين توقجي على يهود الله عندما تهجم الشياطين على قلوبهم ثم سيطان يجب أن يتاكي بردنا بيدي كل سيطان يتاكي بردنا بردنا أن يكون هارم يفعل ميمو دي أن يكون قطن ماهو ينجل قطن ماهو يكون الله ودني وارا وجهتن هارا مكو جنغ مكو ما هنكو مكو ما دون kadiamu gol maka wulu gol maka permako o foppina dum do be do non ku yete mutta dina seyta rasul sallallahu alaihi wasallam yatazakkaruna allah ta'ala bi anni tay allah bi mujarrad igtirabi shaytan minnu seyta de battoto be tum be anda dum do ko shaytan be na'udhu billahi har non kongol a'udhu billahi o kashifun an hali ino holli wonde mabbe do be huli allah فيقتدر لهم فورا إفارة دون إدون ويفهمون بأن بأنه من عمل الشيطان كقول الشيطان الشيطان سائجي كو كاكدوا الوارد أنت أوتي كبيجي موتي ويهربون أنتم ما بدوك الشيطان وينتجئون بيهاب سرية إلى الحق إقوم سبحانه وتعالى ويتمسكون به بجوكتهم وكانكو أن هو نار مكونه فعلى هذا فقد أشار أو نعم أشار في هذه الآية الشريفة إلى التقوى وذكرها آية جوبك كل الله أن تقول الله سبحانه وتعالى يجب أن يتوكل على الله إنه وقت قد ننك أهولك الله سبحانه وتعالى ونقول فيديو يقول الله عز وجل في الآية الشريفة فإذا قرأت القرآن سأجني القرآن فاستعذ بالله مولر الله من الشيطان الرجيم الشيطان أورد يرمين إنه ليس كوني ليس له على نامك أنك شيطان سلطان دول على الذين آمنوا ابن قدن فعلا الشيطان دقوه يقول بنيها وعلى ربهم يتوكلون فلا سيطان دوغمو ويوهولوري الله ندا جانغا فاتيا ان اياك نعبد واياك نستعين تبي كو غونغاما تستعين الله سبحانه وتعالى هدهولوري الله اي هور غونغا وناكا بنغال ولي سيطان باتتاكو سبو كومو سيطان ولبنتا انما يخوف اولياءه كو هولبنتا كو ييبي ماكو بن سي si tawi goddo huli ngal mbasal ngal tawi ko o galo mo jogi ko o wallitora goddo goddo yi tampudo seitan hulbi ni raw mbasal ngal si dun do yiwe juude ma kon no gerdata yu khawifu awliyaahu si dun do lanniri ma kon no gerdata si dun do duitike ko jelo ko jelo lutirta he calcule si a wallitori do miskin bida ma dun dimbu di ma da ma de hunde ma da an lutira wonno أي يخوفه بأدونه تتعب بكم تني سيطان هل بنتاب لأن يتوكلون على الله بهدو لله فالإنسان الذي يتوكل على الله تعالى أنك هونر دو الله لا يمكن للشيطان أن يتسلط عليه سيطان وانتام فس سيطان وانتامر تادمك ودنمك فعلا لأن حكومة الشيطان سبب بوفوار سيطان اللهم مكم هنك أو هنك أو جوكي بوفوار إنما تكون على أولئك الذين قواي وندك ويدوك بين لا يتوكلون على الله بهون ورداء وإنما يكون اعتمادهم على الأسباب المادية كبهون ركو مدرية دي مقبلين بو دي مقبلين جو دي مقبلين أطول دي مقبلين كبه لباو بجنة بغلل تطاقه
hay hunde be wallirta goddo ko min dabbi kaari gadi yo dabba gori mo siga din ko ngudi naam والأوضاع الدنيوية بيجي أن دينك دين دب هولولي أما لو كان الإتمام على الله تعالى هل ونينك أن هولرانو نعم فكونوا على يقين فلت ونئهار فلت بأن الشياطين أو بأن الشيطان لا يمكنه عمل أي شيء سيطان واوا وادو غولن ووغالن تاوان دان تامبيلاي بالو ادم يوتيموتو هولور غول الله غول ولو لم يكن للشخص شيء من التوكل بان كان يقول بلسانه فقط اتوكل على الله سيتاوي ندو هولورا يالله كون دنجال لوكو غالن وي ايواتا مينكو الله مي هولور مينكو الله مي هولور واكو هيمي حقوند ميدي مين مي هولان غودو كو الله مي هولور فقد توكل في الحقيقة على قوته ومقامه وماله وعشيرته حركة هولوري كدوانا مكو دي إبلاز مكو نيفو كو جوجينو إجاو دي مكو ني إغرون مكو والشيطان مسلطون علي ولو سيطان وسيطان الالي كلا هولور ببيرو وسيطان ولي هوري مكو بمفهوم الآية الشريفة فا ما عند الآية لا بد أن تبلغكم كما صرح بذلك في الآية التي بعدها إنما سلطانه ولولاكن اليه ندعو آية عند دول مكة بوفوار مكة على الذين يتولونه كبين هفتدوا بي مكة والذين هم به مشركون كبين كفتوا بي مكة سيانتيك جولة لا يتوكلون على الله كجولة دي مسين دي دويتك هرأي برنتي واندم هرأي كبيرتي بيولي يدو سيطان فوليد فالشخص الذي ونه يكون ناسيا ونه تواكو يجيتو لمسبب الأسباب سبب بنايدو سبوجي بالنمك الله سبحانه وتعالى فهو مع الشيطان ونه ونه شيطان فأين هو من الاستعاذة والفرار من إبليس كهنتو أولي دوكو kontu o woni molo rabe e dogo gol sheitan o ala dogo de sheitan ko batti de sheitan la yata'arradu lil mukhlisin sheitan wa wata we itanade labbin be subhanahu rabbina be allah be